السلام عليكم حبيباتي، كيفاش لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم ديال القناه، وكنتمنى من الله انكم تزيدوا تشجعوني وتدعموني اكثر واكثر، حيت بصح انا محتاجه الدعم ديالكم وباش نزيدوكم ان شاء الله، نزيد الوصفات اكثر واكثر ونزيد لكم يعني نزيد لكم هذا الشيء اكثر واكثر. تلفت الصراحه، المهم ماشي مشكل. اليوم غندير معكم تحليه صراحه سهله وبزاف واقتصاديه، كاع يعني كاع الناس يقدروا يديروها، مكونات يعني خاص بزاف. المهم دابا غادي جبت السطرو ديال الحليب، غادي نخويه. غادي ندير سنيده، جوج معالق، جوج معالق ديال مايزينا، جوج معالق ديال الكاكاو، و اما الشكلاط ودانون الشكلاط غنخليهم حتى يعني يسخن دانون، يسخن الحليب مع المكونات، وغادي نديرو في الاخر كاوكاو. تقريبا غير شي درهم ديال الكاوكاو، وهذا راه كلشي كيكون عنده يعني سوا كيكون غير درهم هكاك، يعني هادو الزين في الاخر. سمحوا لي حبيباتي نسيت ان هذا كريم باتيسير ماشي مايزينا، بالي مع واحد الوصفه واحده اخرى باغا نديرها. المهم دابا غادي نخوي السطرو ديال الحليب كامل هكا. غادي ندير جوج معالق ديال السنيده، المهم انا هادشي وازنه ولكن غادي نعاود ندير قدامكم ها نتوما. ها المعلقه الاولى، ها المعلقه الثانيه، صافي بركه. غادي ندير كريم باتيسري، راكم عارفين الا مشى يعني سخن الحليب وكان فيهم شي كويرات ما غاديش يجي، يعني ما غاديش يصاوب لكم التحليه ديالكم مزيان. المهم انا درت جوج معالق السنيده على حساب راكم عارفين الحلاوه بزاف غيكثر. المهم دابا غادي نصفي كريم باتيسري وكاكاو، حيت الا كان فيه شي حبيبات ما غاديش يجي الحليب، غيجي الحليب مكور ما غاديش زوين. المهم انا درت غير جوج معالقات، غادي نصفيها هكا دغيضيه، ما عرفتش نصيب اليسر. ها انتم هاد الحبيبات هادو راهم يعني ما كيكون فيهم ما ضرهم حتى هنايا. غادي ندير جوج معالق حتى هو كذلك ديال الكاكاو، الاولى المعلقه الثانيه. انا غادي نكملها كامله حيت كيعجبني يعني يكون كحل كثر. ها انتما غادي نتاين الحلقه كامله. واللي وصل اخوتي لهنا ما تنساوش ديروا ليا شي جيم وديروا ليا التعليق ديالكم وتقولوا لي كيف جيتكم وشنو الحاجات اللي تبغوني نصاوبها لكم. ها انتما هاد الكويرات هادو كيكونوا يعني الا تكوروا في حليب ما غايجيش. دابا خوتي غادي ندير هادو يسخن، غادي نديرو في البوطه وهو كيتحرك وانا كنحركو مزيان باش ما يعني باش ما يتكبدش داكشي لتحتها، ونرجع لكم انا. المهم دابا غنحركو دغيا دغيا باش ما يتكورليش، ونديرو في البوطه انا حركو ونرجع لكم. خوتي هو كي في البوطه وانا كنحرك فيه باش ما يتكبدش مايزينا والحليب. لما يسخن اخوتي يبدا يغلي غادي ندير معاه دانون الشكلاط، وندير حتى في الشكلاط كذلك. ماما اخوتي هو بدا دابا الا كنتابعو انا بدا كيعقد، باش ما نبرسكمش بزاف لما نهني يبدا يعقد ليا مزيان كثر وكثر، ونكمل معاكم الفيديو. ها انتما اخوتي هو هنا بدا كيعقد الى شفتو، دابا غادي يزيد يعقد كثر وكثر، ونجيب ليه الشكلاط ونديرو ونبقى كنحرك حتى هو تيدوب. هانتوما خوتي هو هنا إلا نتبتو بدا كيغلي، دابا غادي نلوح الشكلاط، تقريبا شاطين شي خمسة الحبات ولا المهم على حسب الإمكانيات اللي عندكم. هانتوما نبقى كنحرك الحرك حتى يدوب الشكلاط كامل، وفاش يدوب غنزيد عليه دانون ديال الشكلاط حتى هو. هانتوما كيتحرك، هانتوما خوتي أنا حيدتو أنا فوق البوطة، أنا كنحرك فيه مزيان باش يعني كاع لخرين هانتوما لا شتو شتي كيبدا كيعقد. ها دابا غندير له دانون الشكلاط، سمحوا لي على التصوير راكم عارفين والله شدا غير بيد وحده، وكنصاوب بيد اخرى وكنحاول تعاونوا نتا هما في التصاور وصافي. هانتوما هنا خوتي انا كنحركو مزيان باش يتجانسو كاملهم. هانتوما شوفو كي يتعقد. دابا خوتي هنا فاش غيسالي غنخوي في الكيسان حتى هما. هانتوما خوتي انا كنحركو هنا مزيان، صافي السادس نحيدو هادي هنا. دابا غادي نخوي هادو في الكيسان. هانتوما مصدر الحليب كدير تقريبا داك ربعة الكيسان، وكاع المكونات كاملين كتعطيك داك خمسة دراهم كاع، يعني تحلية سهلة للجميع كاع المتناول. انا نكملهم ونرجع ليكم. ها
هانتوما خوتي انا هنا عمرته، غنخليهم دابا يبردوا كاملين حيت الا درنا يعني تزيين مع الاخر غادي يتعجن، ما غاديوش مزيانين. داكشي علاش غنديرهم في الثلاجه لما يبردوا مزيان ويشدوا راسهم ونرجع لكم للتزيين. هانتوما الحبوب ديالي دابا ها هو راه جمد مزيان، المهم ماشي شي جميل حيت مزروبه شي شويه داكشي علاش كنت نزاد بيضاء دغيا. هانتوما دابا غادي ندير عليه كاوكاو كامل، نزوقهم بكاوكاو، والزواق على كل واحد واش ما عنده يعني في الامكانيات. هانتوما بانشد هادو السيكارات غنحشيهم فيهم كاملين. هانتوما انا ساليت، انا دابا غادي هانتوما دابا حبيت ديالي غادي نوريكم. هانتوما صراحه كيجي بزاف، هانتوما يعني صالح بحال دابا هاد السيف هذا، هاد السيف هذا كيصلح مثلا شي كلاص هكا يعني دابا خصو يزيد يجمد في الفريكو بصحه وراحه، كيجي صراحه هاد اللغزال ها يعني السطرو ديال الحليب مكونات تقريبا غير شي 5 دراهم، هذا درهم و يعني 5 دراهم تقريبا ما كتكونش كثيره، كيتصاوب بالصحه والراحه. اللي وصل لنا حبيبات ديالي ما تنساوش ديروا لي واحد لايك، سمحوا لي بيتكم سبعين ليكم، ما تنساوش ليا واحد لايك وواحد ابوني وشي كومونتير يكون زوين باش تعطوني الدعم ديالي اكثر باش نقدر نعطيكم اكثر واكثر، وبالصحه والراحه. ما كرهت الصراحه كون كنتو معايا دابا وبدوقوا تقولوا لي كي جيتكم ولكن خساره يعني مرحبا بكم كاملين، اللي جا الفاس مرحبا به كاملين عندي هنايا. المهم بالصحه والراحه ونتسناو في الفيديو الجاي ان شاء الله، كنبغيكم بزاف من حاليكم. هانتوما خوتي هذا هو التزيين النهائي ديالهم، كنتمنى الله انه يعجبكم، وما تنساوش ليا اللايك ديالكم والتعليق ديالكم وتقول لي كيف جاكم، واللي جربوا يقول لي كيف جاه، وكنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم، كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم يا احسن متتابعين عندي. مهم اي وصفه كتبغيو نصاوبها لكم ولا اي حاجه تبغيو نصاوبها لكم انا هنايا في الخدمه ديالكم كاملين، اي حاجه كيف ما بغات تكون مرحبا، كيف ما بغات تكون كتبوها لي مع مجرد في التعليق وانا غادي نلبي لكم الطلب ديالكم كيف ما بغى يكون. شكرا لكم بزاف بزاف، وكنولي نعاود نشكركم حيت الشكر قليل في حقكم الصراحه، حيت كيف كنحط الفيديو كنلقى فيه واحد الاقبال كبير بزاف. مهم شكرا بزاف لكم، شكرا 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 من كل قلبي. بصراحه انا كنشوف هادشي وتفكرت وجهيت والله غدا عاود نصاوب ان شاء الله نصايبو، كنبغيكم بزاف كنبغيكم بزاف. واللي وصل حبيبات ديالي لهنايا سمحوا لي طولت عليكم بزاف في الختمه ديال الفيديو. المهم الكبيده ديالي اللي وصل لهنايا ما تنساوش ليا واحد لايك واحد الكومونتير زوين كيف ما ولفتوني من اللي بديت لدابا، كنبغيكم بزاف وان شاء الله تستناو معايا في الوصفه الجايه. باي باي عليكم، كنبغيكم بزاف. واللي وصل حبيبات ديالي لهنايا سمحوا لي طولت عليكم بزاف في الختمه ديال الفيديو. المهم الكبيده ديالي اللي وصل لهنايا ما تنساوش ليا واحد لايك واحد الكومونتير زوين كيف ما ولفتوني من اللي بديت لدابا، كنبغيكم بزاف وان شاء الله تستناو معايا في الوصفه الجايه. باي باي عليكم.